الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السادة الكرام الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم ومرحبا بكم في هذه الندوة التي يعقدها القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين، والتي جاءت لبيان حقيقة العملية السياسية في العراق وموقف هيئة علماء المسلمين من حكومة الاحتلال السابعة. ولبيان ذلك يلقي على مسامعنا فضيلة الأمين العام لهيئة علماء المسلمين الدكتور مثنى حارث الضالي بيان وموقف هيئة علماء المسلمين في ذلك، فليتفضل مشكورا. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم أيها الإخوة ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في هذا اللقاء الذي يعقده القسم السياسي لبيان موقف الهيئة من تشكيل الحكومة في بغداد. وقبل قراءة البيان لابد لنا من أن نبين أن الهيئة قد أوضحت موقفها من الانتخابات الأخيرة التي أسفرت عن هذه الحكومة في ندوة مماثلة أقامها القسم السياسي هنا، وعندما شكلت الحكومة بعد تأخر لعدة أشهر لم نبين رأينا مباشرة، أولا لأنها حكومة ناقصة غير مكتملة، والبيان يقتضي اكتمال الموقف حتى يمكن أن يصدر شيء عن الهيئة أو عن غير الهيئة. والأمر الثاني، أردنا أن لا نستبق الأحداث، وإن كنا نعلم عاقبة الأمور ومآل هذه الحكومة بالتجربة من مآلات الحكومات السابقة له، ولكن الآن بعد مضي شهر بالكامل بالأمس مضى على تشكيل هذه الحكومة غير المكتملة شهر كامل، وهي إلى الآن لم تكتمل في ظل ظروف صعبة ومأساوية مستمرة في العراق، وزادتها الأوضاع في الأيام الماضية ولا سيما الأوضاع الجوية والسيول، الأمطار والسيول وما تسببت به من فيضانات كبيرة جدا وخسائر بالأرواح وبغيرها، مجتاحة كثيرا من مدن العراق من جنوبه إلى شماله، في وضع أقل ما يقال عنه أنه وضع نكبة حقيقية بكل المعايير تستدعي الدول التي تهتم بأمرها وبأمر رعاياها أن تستنفر كل الطاقات من أجل أن تقوم بإنقاذ مواطنيها. ولكن فيضانات العراق وسيول العراق كأنها لا تشكل شيئا، دول أخرى يسقط 10 أو 15 أو 20 شخص في فيضان أو سيل أو حادثة هنا وهناك فتقوم الدنيا ولا تقعد، والعراق مسلسل وعداد القتلى يزداد يوم بعد يوم، والسيول تجتاح مدينة بعد مدينة، وهذه الحكومة أولا لا حول لها ولا قوة نتيجة الخراب الذي صنعته العملية السياسية في العراق وصنعه من في هذه الحكومة أيضا، والأمر الآخر أنها غير مهتمة غير معنية، شاغلها الشاغل الآن هو إكمال ما يسمى بالكابينة الوزارية والصراع على الوزارات ذات المغنم، وزارة الدفاع وزارة الداخلية والوزارات الأخرى في الحكومة. إذن بعد شهر من إعلان تشكيل الحكومة وفي ظل الأوضاع والظروف المأساوية التي يعيشها العراقيون جميعا، يضحى بيان الموقف واضحا وصريحا وفي وقته المناسب. الآن عقول وقلوب ونفوس العراقيين مهيئة تماما لسماع أي كلام ينصفهم يحاول أن يأخذ بأيديهم إلى بر الأمان. وعليه فقد أصدرت الهيئة بيانا خاصا متعلقا بموقفها من تشكيل الحكومة في بغداد، نتلوه عليكم الآن. بيان رقم 1349 المتعلق بتشكيل الحكومة في بغداد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فعلى الرغم من مقاطعة أغلبية الشعب العراقي
الانتخابات الصورية الأخيرة وكشفهم زيف العملية السياسية وفضح القائمين عليها وبيان فسادها وبطلانها لما صاحبها من مطاعن وفضائح لا يمكن التستر عليها أو محوها من الذاكرة العراقية، فضلا عن بطلانها من أصلها، فقد تم الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة في 25/10/2018 وبعد مضي أكثر من 5 أشهر من انتهاء الانتخابات، وها هي الحكومة المعلنة تقطع شهرا من عمرها بدون أن يحس بها أو يسمع لها صوت، ودون أن تستكمل تشكيلتها الناقصة، حيث لم يعلن عن تسمية أكثر من ثلث أعضائها. وإزاء هذا الواقع السيء الذي فرضه المحتل لعمليته السياسية وإنتاجه المشوه الجديد، لابد لنا في الهيئة من بيان الآتي: 1. انبثقت هذه الحكومة عن انتخابات ثبت تزويرها وبطلانها، وإصرار غير مستغرب على مبدأ المحاصصة الطائفية والعرقية من رعاة العملية السياسية وأصحاب القرار النافذ فيها من دولتي الاحتلال الأمريكي والإيراني، اللتين توافقتا على بقاء حالة تقاسم السيطرة والتأثير على العراق إلى حين. 2. لا تغيير يذكر في الواقع العراقي المرير في ظل هذه الحكومة، حيث استطاعت طغمة السوء السياسية الممسكة بخناق العراقيين البقاء بفضل استمرارها أداة طيعة لتنفيذ أهداف الاحتلالين. وإنما جرى من تغيير بعض الوجوه في حكومة الاحتلال السابعة ما هو إلا تنويع في سياق النمط الواحد الذي بنيت عليه العملية السياسية، الذي يضمن ترسيخ القواعد العامة للخراب السياسي وتوابعه الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويعزز وتيرة الهدم المستمرة في البلاد وتبديد الجهود البشرية والمالية، ويستنزف الثروات والمقدرات. 3. التمكين للمشروع الإيراني في العراق والمنطقة وتجديد دمائه على مستويات التشريع والتنفيذ عن طريق الأحزاب والميليشيات الإرهابية الموالية له، والساعية إلى تقوية نفوذها بكل الوسائل الممكنة، وهو ما تحقق لهم في الدورة الانتخابية الأخيرة والحكومة الناشئة عنها، التي عززت هذه الميليشيات وجودها وهيمنتها فيها أكثر من سابقاتها وجعلتها رهينة بيدها. ومن هنا نفهم لماذا كان من أوائل أعمال هذه الحكومة مكافأة ميليشيا الحشد والدعوة إلى تحسين ظروفها وتقويتها ودعمها. 4. أظهرت مشاورات تشكيل الحكومة والضغوط والمساومات التي رافقتها أنها ستكون النسخة الأضعف من نسخ حكومات الاحتلال المتتابعة، وأنها ستكون بحكم تركيبتها المكونة من الكتل الوالغة في الفساد عاجزة عن محاسبة المفسدين، وأن ما ترفعه من شعارات محاربة الفساد والمفسدين ما هي إلا متاجرة رخيصة وسمجة يأنف العراقيون سماعها. 5. كنتيجة متوقعة لما تقدم، فستسخر ثروات العراق لخدمة من أتى بالحكومة وعمل على تشكيلها بهذه الطريقة البائسة، والمعطيات تشير بوضوح للأسف إلى أن أياما سوداء مظلمة في انتظار العراقيين، فالوضع يزداد مأساوية في شتى مجالات الحياة التي لم تدخر فيها حكومات الاحتلال المتعاقبة جهدا في تقسيم المجتمع العراقي وانتهاك حرماته وتعذيبه وإبادة مدنه وسحق الناس بالجملة وتهجير من بقي منهم. 6. فشل النظام العربي الرسمي المطبق في تحقيق ما يأمله ولا يعمل عليه للأسف، وذهابه بعيدا هذه المرة في التنكر التام لحقيقة الأوضاع في البلاد، وعدم استفادته من الفرص الذهبية لضعف الحكومة المنظومة الحاكمة في العراق خلال السنوات القليلة الماضية، واندفاعه بقوة فيما يسمى الحرب ضد الإرهاب، وأخيرا توزع أطرافه على جانبي المحورين الأمريكي والإيراني في العراق
ودعمهما في سياق خلاف جانبي لا صلة له بالشأن العراقي. 7. اتفاق النظام الإقليمي في المنطقة على الانشغال بتحقيق مصالحه الخاصة والتعاون مع الطرفين المتنفذين في العراق على تهدئة الأوضاع فيه لصالح أهداف أخرى لا صلة لها بالعراق ومتعلقة بأوضاع المنطقة وغير بعيدة عن المصالح الاقتصادية. وإننا في الهيئة بعد بيان ما تقدم على ثقة تامة بأن هذه الحكومة ستبقي الوطن والمواطن في نزيف دائم ودوامة مستمرة، وأنها ستعمل على إدامة الصراع وسفك الدماء والسلب والنهب في البلاد وجرها لكارثة إنسانية خطيرة قد تتجاوز آثارها العراق، وهما يؤكد رؤية الهيئة واستشرافها بشأن مخرجات العملية السياسية في العراق التي لن تزيد العراقيين إلا بؤسا والمواطنين شقاء، وأنه لا مخرج ولا منجى مما يعانيه العراقيون إلا بواقع جديد لا يمت بأي صلة لواقع العملية السياسية الحالية التي عصفت بالبلاد والعباد وما تزال منذ أن فرضت بالقواعد والمحددات المعدة سلفا والقوالب المجهزة بعيدا عن خيارات العراقيين. والسبيل الوحيد لتحقيق هذا الواقع الجديد يكون بتعاضد الجميع لإخراج العراق من واقعه المأساوي وإعادته إلى جادة الصواب بعيدا عن المشاريع والإرادات والإملاءات الدولية والإقليمية التي بات أبناء الشعب العراقي يحملونها المسؤولية عما يجري من ظلم ودعم للحكومات التي تعلن الحرب على شعبها بذريعة الإرهاب لتبرير جرائمها. ولا يفوتنا هنا تذكير العراقيين جميعا بخصوصية قضيتهم وتميز معاناتهم، فهم في صراع مع أدوات الشر المتحكمة في العالم وليس مع نظام مستبد أو لا شرعي أو فئة متغلبة ومتسلطة عليهم كما هو الحال مع غيرهم الذين وجدوا من يمد لهم اليد هنا أو هناك، بخلاف هذا الشعب الذي تواصل الجميع على إبقائه ساحة خلفية لتصفية الخلافات والصراعات بينهم. الأمانة العامة في 18 من ربيع الأول 1440 للهجرة، 26 من تشرين الثاني 2018 للميلاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لفضيلة الأمين العام الدكتور مثنى حارث الضاري على هذا البيان الواضح والموقف الثابت لهيئة علماء المسلمين منذ الاحتلال رغم التحديات التي واجهتها، وقد أثبتت الوقائع والسنين العجاف في ظل الاحتلال وعمليته السياسية ما قيل فيها من سلبيات ومؤاخذات جرت البلاد والعباد إلى ويلات الدمار والخراب وإلى أسوأ حالاته على مر العصور، ومآسي العراقيين شاهدة على ذلك. وفي الختام لا يسعنا إلا أن نشكر الجميع على حسن الاستماع والمشاركة في هذه الندوة، ونشكر فضيلة الأمين العام الدكتور مثنى حارث الضاري على هذه الرؤية وهذا البيان والموقف الواضح من العملية السياسية وحكومة الاحتلال السابعة. وإلى لقاءات قادمة بإذن الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.